البنات لاباس عليكم، نتمنى كلكم تكونوا بخير. البنات اليوم ان شاء الله راني كانسا بكسوسو، قال لي نخرجوا نتغداو على برا. قلت لهم لا، راه هنا الدار اللي ساكنين فيها كلشي، علاش غادي نخرجوا ناكلوا بكسوسو على برا؟ وراكم عارفين ماكلة الزنقة ماشي بحال ديال الدار، وليداتي صغار. انا طيبت كسكسو في الدار، هاد الكميله درت فيها هنايا غير القرعه، القرعه الحمراء والخضراء والفلفله الحاره والخضر بطاطس معدنوس، وهذيك المرقه بس سقيتها بالمرقه ديال كسكسو النيت. انا غادي نوريكم بريمه صغيره اللي حتى هي درت فيها كسكسو. ها هي درت فيها كسكسو كيفور، هنا النص انا درته هنايا في كسكس، والنص الاخر مازال ما فورتوش عندي في الطبسايه. اول بنات النص الاخر في الكبسه الكبير هنا ديال الطوس، النص حيت البرمه شويه صغيره. المهم الحمد لله بعدا راني تنقيت باش نعدي، ما صراحه ما بغيتش نخرج ناكلو على برا، وسيرتو الدراري الصغار راكم عارفين يعني ماشي اي حاجه اللي يقدر ياكلها برا، سيرتو هي صغيره عندي عندها عام ونص، ما نقدرش ناكلها ماكل الزنقه بزاف. تلقى تقريبا كنطيب لها هنا في الدار، جبت معايا عندي الروز عندي كلشي هنا تقريبا كنصاوب لها الماكله ديالتها. شوفوا البنات بلا تعليق ما قدتنيش طبسه لهنايا، ودرت هاد المقله كبيره نقصت فيها كسكسو هنايا، ودرتو في البرما كيفور من الفور نعاود نكملو في الطبسه. وهذا اللي مازال ما فرليش نشاف هنا كي جا محلول تبارك الله، غادي نديرو التفويره الثانيه باش ما تحليش، كنديرها بوحديتها حيت البرما انا بنتي محيحه مغواس. ها كسكسو كيفور كي تشوفو، ايوا منين نسالي نصورو لكم. اليوم الجمعة ما بغيناش نخرجوا للبحر، عينا بنتي اليوم الجمعة ما بغيناش نخرجوا للبحر، قلنا نطيبوا الغدا ونتغداو حتى العشية نخرجوا للسويقة. نصور لكم تما السويقة ان شاء الله. ها البنات كسكسو فار، غادي نعاود نهز هذا مازال ما فارش، عندي كيكون تقريبا شي جوج فرات ولكن كنخلي فوار مزيان. غادا نكمل معاكم ان شاء الله نسقي كسكسو، نصور لكم ان شاء الله. شوف تبارك الله كسكسو كيجا محلول، ما بغيتش ندير الفلاش حيت البوطا خدت بزاف في الفيديو، داكشي باش المريقة طابت، القريعة طابت بلادي طابت مزيان. صافي كسكسو هادي تفوار بس انا نوريكم هنا على الطراس، تبقى لنا فار كبيرة. بالنسبة لهذاك الشيء بجوج اللي هي ام فصلية، هذاك بيت النعاس اللي حنا شادين خلاص هكا، وهذا هو هنا هنايا هاد البيت، وهذا وسط الدار في صالة مونجي، والدار كبيرة زائد هاد الشكل مع الدار هكا كاين شكل ديال الحمام هنا، وعاد هادي هي الكوزينة اللي في الأعلى والدار كبيرة. وهاد الدار ما بعيدة تقريبا محسوبة على السونتر حيت جوج دقايق على رجلك انت في السونتر، ما بعيدش بزاف. زوينة وحتى مالها كيتعاملو صراحة، ما ساكنينش كيساكنو في الدار الأخرى اللي حداها، وهادي كيكريوها. كاين هاد السفلية هي كاين اللي لتحت، وكاين هادي اللي واخدين حنا، ومازال جوج طبقات على الفوق، هادي اللي حنا قاطين، وكاين هادي فوق منها واحدة أخرى راهية، راها إلا كتبان لكم معضة بزاف، وكيكريو بثمن مناسب صراحة. وما هدر كيتأملو حتى المرا كتأمل مزيان. بالنسبة اللي بغا يجي هنا الحسيمة ويسكن، نخلي لكم التليفون ديالها أولا تواصلوا معايا أنا في الخاص، نخلي لكم التليفون ديالي. وتسكن الدار كبيرة تبارك الله، أنا غنحب ننزلها لكم الدار في الفيديو تشوفوها. الدار زوينة، الكوزينة كبيرة، هانتوما كيشفتو أنا كنطيب فيها اليوم كسكسو. زائد البنات فيها الدوش كبير، تواليت حاشا كومو دوش كبير، فيها بيت نعاس ديالنا، بيت نعاس ديال الدراري، فيها وسط الدار سالامونجي، فيها صالون وقلب سيجور صالون خلاص، وفيها الكولوار طويل فين كيلعبو الدراري. الدار كبيرة عائلية فنة، اللي بغا يسكن فيها هو مرحبا. يتواصلوا معايا البنات إلا عجبتكم الدار، غنزل عليكم فيديو إن شاء الله، ومرحبا بكم. هاهو البنات كسكسو طيبتو، هدا كسكسو ديالنا. الدار الاخرى اللي حداها اللي يمكن تبغوها مولا تبع خلاص. ايوا هذا هو كسكسو البنات، نتمنى الاعجاب ديالكم، نتغداو ان شاء الله ونخرجوا للسويقه.
تنسوا والله تنسوا القديم.